ايضا الى جانبي الكابتن احمد الصوالح. كابتن احمد، الشوط الثاني اختلف الاداء بالنسبه للفريق الهلالي مع نزول احمد الفريدي ومع نزول احمد الصوالح. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نقول الحمد لله على هذا الفوز اللي جاء من توفيق من رب العالمين ومن دعم الجمهور اللي ما قصر معنا، ووقفات الامير عبد الرحمن الامير نواف والمشرف العام سامي الجابر. وبالنسبه للشوط الثاني ان دخلنا وحاطين في بالنا نحقق الاهم اللي هو 3 نقاط، الحمد لله تحقق اللي احنا نبغاه، ان شاء الله هذا بدايه لتحقيق الصداره باذن الله. المباراه القادمه مباراه الكلاسيكو، الهلال والاتحاد يواصلون حصد النقاط، المباراه القادمه ماذا تعني لكم؟ والله اول شيء نتمناها ان تكون مباراه تليق بكلاسيكو سعودي، مع ان الفريقين يملكون مواهب وعناصر جيده، وان نطمح ان شاء الله لتحقيق 3 نقاط اللي هو الصداره، وان شاء الله نتمناها فوز ونعود الجمهور فيها ان شاء الله. في مباريات سابقه وبطولات سابقه كانت تنافس بين احمد الصوالح ومحمد العنبر على لقب الهداف، هل سيعود مره اخرى احمد الصوالح الثنائي ومحمد العنبر؟ والله بالنسبه لمحمد ما قصر، يعني زي ما انت شايف اهم شيء تحقيق اللي هي 3 نقاط والفوز، هذا اللي يهم سواء سجل العنبر ولا الصوالح، وان شاء الله نتمنى عوده الكابتن ياسر لتحقيق المسيره اللي هي 3 نقاط، وان شاء الله انها تكون ان شاء الله. شكرا لك. عفوا.